الموضوع ازاي تاخد وحدها يعني. مسترات من هنا اللي على Thank you.
تصدق يا اخي دايما لما بصور بيقولوا ده صورك حلو. لما بصور بيقولوا ده صورك حلو. واحد بصور واحد بقول لا. لا لا بكلمك بجد. كذا واحد اصوره بيقول لي تصورك حلو. وانا كده. راح اصلي مع ولد عمي بالمره. تعمل ايه؟ المطعم من بره كان خش. الشارع هنا بقى. طب ما الشارع ده مش هيعدينا كده. هلف يا جنة يا عم. خد في حد بيرن عليك. عاوز الفيديو؟